يا حضرموت الحضارة اش ما خيبة والرجال فيضل حكم المناضل ألا والبحسن شجع محنك وبالحكمة جهز الجبال شامخ برزه لا غير الله ما ينحني يا حضر موت الحضر اجم خيب الرجال في ظل حكم المناظر ال والبحزن شجع محنك وبالحكمه يهز الجبال شامخ برزه لا غير الله ما ينحني اما انحدى وداه وعاق الباب حط القفال ويسقي يا شعب بالكسح عسل دوعني يرفض ويروح مالك عندنا شي مجال ما غير ابن البلد هل بها يعتني نخبه سطح نجمها واليوم هل الهلال خلاص محجور لا بعدك ولا بعتني الله خلقنا عليها ما نبي لانتقال في هالبقى سر كل الشعب ويسرني محال نرضى بحد يثر عليها محال بالثار بركان وحمم له بهترشني مدام بيني وبين العود رفع العقال خلاص ما سار بعد اليوم ما همني ذكر زمان الحرابة والفتن والقتال الأخ مع أخوه شليته وهو شلني بالرمح والسيف والخنجر رهيب النصر تراث الأجداد والتعريف عنه غني من عهد سلام على الكندي ضربنا مثال لازال عهده معي في ريدة الديني يا حضر موت الحضر اجم خيب الرجال في ظل حكم المناظر ال والبحسني شجع محنك وبالحكمة يهز الجبال شامخ براسه لغير الله ما ينحني اما انحدى وداه وعاق الباب حط القفال ويسقي يا شعب بالكسح عسل دوعني يرفض ويروح مالك عندنا شي مجال ما غير ابن البلد هل بها يعتني نخبه سطح نجمها واليوم هل الهلال خلاص محجور لا بعدك ولا بعتني الله خلقنا عليها ما نبي لانتقال في هالبقى سر كل الشعب ويسرني محال نرضى بحد يثر عليها محال بالثار بركان وحمم له بهترشني مدام بيني وبين العود رفع العقال خلاص ما سار بعد اليوم ما همني ذكر زمان الحرابة والفتن والقتال الأخ مع أخوه شليته وهو شلني بالرمح والسيف والخنجر رهيب النصر تراث الأجداد والتعريف عنه غني من عهد سلام على الكندي ضربنا مثال لازال عهده معي في ريدة الديني